صباح الخير البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ المهم انا اليوم ان شاء الله غدا المطار قبال الوقت، لان خالتي غادي تمشي لعمره، فان شاء الله اليوم غادي نمشيو نوصلوها بيت امبارح هنايا عندها. راه شاركت معاكم شي حاجه غادي تشوفوها، غادي نمشي ان شاء الله نوصلوها للمطار، نشوف واش غنديروا في هذا النهار. يلا باي باي. مهم بنات، السلام عليكم مرة أخرى. غادي تسمحوا لي لأنه ضاربني البرد مزيان وما قادرش نهضر. فهنايا كما كتشوفوا هنا الليلة قبل، يعني في الليل نجا كيقولوا كيجيو الناس كيسلموا داكشي، فمرت خويا اللي غادي تشوفوها من بعد، يعني غتشوفوها بوجهها هي نفس الوقت بنت خالتي. فكانت كطيب كسكسو، يعني بحكم انه هذه امها اللي غادي تمشي للعمره، امها وفي نفس الوقت خالتي، ف درنا الكسكسو، يعني دارتو حنا فاش مشينا لقيناها مطيبه. فهذه هي القصريه ديالهم، يعني الناس اللي كانوا كيجيو يسلموا، وان شاء الله الاشياء الاخرى غادي تشوفوها. غادي نعرفكم ان شاء الله على امي وعلى خالتي وعلى خويا وبناته. فالمهم كنت من عجبكم هذا الفيديو، بغيت نشارك معكم اجواء ديال المطار، لانه مازال غادي نمشيو للمطار، مازال غادي ندخلوا للداخل وندير لكم واحد الجوله في الصالون ديال خالتي، اللي هو الصراحه واحد الصالون اللي غزال، البنات غزال غزال غزال. فان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش من التعليق ديالكم ومن لي لايك ديالكم، وفرجه ممتعه. We'll be right back.
داخل غيبدا واحد يسلم هنا وكان دخل ويلي عيط عليك عيط علينا لا أصحاباتي غيشوفوك من بعد غيشوفوك من بعد يشوفوك ما بعيد فوق الدورة هنا غيدخلوا السكانير ويسلموا وكان يسلموا ما هنا ودخلوا إذا شرط ما كان غيحطوا الباس أجي بعد أدخل لواحد القنية في الماكينة ها خرج هنا سيري وفين غتبرك سيري صافي سيري
نشوفك بعد المطار. انا بقيت سلمت على تمو صافي. المهم هنا البنات كما كتشوفوا امي صافي عيات، ما تقدرش تمشي بركبيها مسكينه والسكر عيات صافي، ولكن جات غير باش تسلم على اختها وداكشي. فبركت غير على واحد الترولي، والمطار كان زحام 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 اش غادي نقول لكم، يعني لواحد الدرجه ما تصوروهاش. وكلشي جاه الجوع، الدراري الصغار كانوا معانا، الحاجه جبدت الماكله اللي كان عندها، كانت عندها الماكله غدا معها حيت كانت باقا غدير ترانزيت في دبي، فجبدات الماكله جبدت الحوت غنقول لكم واحد الفضيحه بداك المطار، وكلشي كان سخفان بالجوع. مهم ديك الطاسه خوات حيت اصلا كان عندها الثقل ونقصوا ليها، قلت لها والله تنصورك. قد كانت تحاقت ليا صوريني انا ما عندي حتى مشكل الدنيا هاني، وقول لهم شوها ما تنحطها في يوتيوب. عاوني يا عاديني حتى انا عندي نيشان شوفوا شوها شوفوا شوها اش دايره في الحفله. ورا عرفتي شحال الساعه دابا؟ انا الوحده باين الوحده شوف الاخر تا هو في الجوع. ايوا صافي هنا البنات. المهم هي دخلت المطار، كان الطياره ديالها الساعه 3، احنا من الصباح صراحه حنا في المطار عيينا بزاف. هنايا رجعنا راجعين في الطريق انا ومرت خويا اللي هي بنت خالتي وبنت خويا اللي لابسه الحمار وهذيك بنت جارتنا، راجعين للدار ان شاء الله. هذا خويا فراجعين للدار ان شاء الله، وامي باركه جنب منه. غدا نصور لكم الصالون، نصورت لكم قبل ما نخرجوا ولكن خليته لكم حتى الاخر باش نوريكم الاجواء. المهم بنات غير سمحوا لي، عرفتوا راه الصوت ما خارج، نيوفي مقفولين، كلشي 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 تجمع عليا. غير بغيت نزل لكم هاد الفيديوهات قبل رمضان، لانه عندي فيديوهات بزاف خاصهم المونتاج، ما عرفتش يمكن نبقى ننزل لكم حتى الاول او ثاني يوم في رمضان، لانه عندي مازال فيديوهات، فما تستغربوش الا نزلت لكم شي فيديو فيه الماكله ولا فيه الغداء ولا فيه شي حاجه. مصطفى الله يرحم لك الوالدين، لا ماشي نهار وكن عبد الله لا لا ماشي دابا، حتى من بعد حتى من بعد. عرفتي منين انت؟ أمي يسر ما كنلقاش محمد كيجيبو كنلوحة في الزبل، أمي انت كنلوحة في الزبل، راه ماشي وقته دابا. قلت لي لا خويا انت مصطفى الاول اللي كيعرف يجيب الفلاح. صافي انا كانت امي كتوحم فيا. لا لا ملي قلتي هاد ملي كانت ملي دابا عقلتي امي كتوحم فيا الفلاح. صافي الحال داكشي اللي كتشهر كتشهر العالم. لا ولا كانت فاش كانت حاملة قالت لك كانت كتخبي، كانت حاملة بيا كتخبي تحت الناموسية. كتجيب تخبيها تحت ثلاثة جوج ثلاثة. وانا طلعت مهاوشات انا جبت عليا الدلاع. الدلاع شمن الدلاع؟ كتسحبي الدلاع راه الدلاع الحمار 17 كيلو صغيور فيها 17 كيلو بحال محسن هو. لا والله الا منيح نقول لمحمد لا ما تعرفش تجيب اصلح ليا. فينك نسيمة؟ خبية تما قطعي قاه. أنا أوريو البنات هادي هي الدخلة ديال الباب. هاو من غنبدا؟ منين من البلاصة؟ لا بلاتي نبداو من هنايا. هما هذا طلامط مو بوردو ياك تيبانو حمرين راه بوردو. كاين هنا الطويب لا كا هذا حرب خالتي ناري على الغواش كلشي كيتغاوت مع ولادو. جاتك مدره جاتك هذا. المهم بنات هادو هما الطليمطا زوينين، نوريكم الطلامط عاد باش نوريكم. ها انا غادي تسمعوا الصداع دابا، ما غادي نمشيو للمطار الصداعات. تما دايره التلفازه هادو الخوامي
المهم هاد الطلامط هادو مبرا، هادو مبرا شنو سميتهم ما عرفتش. المهم مبرا هانا دايرين هاد الخوامي، هادو هادا جديد يلا صوباتو، دايره واحد اخر القنيسه دايره فيها هادو. المهم الدنيا مراونه حيت كنا ناسين هنا، الدنيا مراونه دايره فيها هذا ديال تونس وهاد المبيخره. هذا الحرف ك ديال خالتي انا داير هاد البويلات صغار والكابس هادي الطريه. تما كاينين، كاينين وحده هنا وكاين وحده هنا، ها هي وحده اخرى، كاينين جوج. زوينين التريات صراحه البنات عجبوني، هاد اللعيبات البولات اللي فوق زوينين، الشكل ديالهم كي داير ناري للصداع صافي. وهادو الطابلات دايرهم بهاد لاناب، لاناب وهاد تما كاينه في القناه دايرين الطويبلات باش تستعبه. ديك القنيزه دايره في هذاك الفاز وفوق منه التلفازه. هاد الزربيه عجبتني صراحه تبارك الله، زوين داك النوع اللي ارطاب بحال هكايا زوينه. المهم هذا هو الصالون، هادوك السدادر ما عرفتش سميتو، قلال ارابيسك ولا. المهم هذا الصالون هاكايا داير.